الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: ولا تكملوا نحلنا ولتقبلوا الله على ما أعدنا وتعلموا تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يهل للمسلمين ان يهجر اخاهم فوق ثلاثين. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين، والحمد لله رب العالمين. معاشر القوم المسلمين والمسلمات، جماعه صلاه الجمعه الفجريه الرباعيه، marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan inayah dan hidayahnya sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah di tempat yang cukup mulia ini menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya sama-sama dalam satu harapan. Mudah-mudahan ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.